بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. قبس من العقيدة الإسلامية، الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد، للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 48. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد المبعوث بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث معكم في موضوع الإيمان باليوم الآخر. ولما كان ذلك اليوم مسبوقا بعلامات تدل على قرب وقوعه تسمى أشراط الساعة، ناسب أن نتحدث عنها لأن الإيمان بها واجب وهو من صلب العقيدة. قال تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. وقال تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أي علاماتها وأماراتها، واحدها شرط. قال الإمام البغوي رحمه الله: وكان النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة، يعني بعثته. وروى الترمذي وصححه من حديث أنس مرفوعا: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. قال صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. وقال تعالى: وما يدريك لعل الساعة قريب. وقال تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. ولقرب وقوع هذا اليوم وتحققه جعله سبحانه كغد. قال تعالى: ولتنظر نفس ما قدمت لغد، والغد هو ما بعد يومك. وقال تعالى: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: إنما أجلكم في من مضى قبلكم من الأمم من صلاة العصر إلى مغرب الشمس. وفي لفظ: إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. ولما كان أمر الساعة شديدا كان الاهتمام بشأنها أكثر من غيرها، ولهذا أكثر النبي صلى الله عليه وسلم من بيان أشراطها وأماراتها، وأخبر عما يأتي بين يديها من الفتن، ونبه أمته وحذرهم ليتأهبوا لذلك. أما وقت مجيئها فهو ممن فرد الله تعالى بعلمه وأخفاه عن خلقه لأجل مصلحتهم، ليكونوا على استعداد دائما، كما أخفى سبحانه عن كل نفس وقت حلول أجلها لتكون دائما على أهبة الاستعداد والانتظار، لا تتكاسل عن العمل. قال العلامة السفاريني: ثم أعلم أن أشراط الساعة وأماراتها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم ظهر وانقضى، وهي الأمارات البعيدة، وقسم ظهر ولم ينقضي بل لا يزال في زيادة، القسم الثالث الأمارات الكبيرة التي تعقبها الساعة، وهي تتتابع كنظام خرزات انقطع سلكها. فالأولى أعني التي ظهرت ومضت وانقضت، منها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وموته وفتح بيت المقدس، ومنها قتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال حذيفة رضي الله عنه: أول الفتن قتل عثمان، ومنها ظهور الفرق الضالة كالخوارج والرافضة، ومنها خروج كذابين دجالين كل منهم يدعي أنه نبي، ومنها زوال ملك العرب رواه الترمذي، ومنها كثرة المال رواه الشيخان وغيرهما، ومنها كثرة الزلازل والخسف والمسخ والقذف وغير ذلك مما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أمارات الساعة، فظهر ومضى وانقضى. الثانية الأمارات المتوسطة، وهي التي ظهرت ولم تنقضي بل تزايد وتكثر، وهي كثيرة جدا، منها قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يكون
حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع. رواه الإمام أحمد والترمذي والضياء المقدسي من حديث حذيفة رضي الله عنه. واللكع هو العبد الأحمق واللئيم، والمعنى لا تقوم الساعة حتى يكون اللئام والحمقى ونحوهم رؤساء الناس. ومن الأمارات قوله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان الصابر على دينه كالقابض على الجمر. رواه الترمذي عن أنس. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن حبان وابن ماجه عن أنس رضي الله عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان عباد جهال وقراء فسقة، وفي لفظ فساق. رواه أبو نعيم والحاكم عن أنس. ومنها أن يرى الهلال ساعة يطلع فيقال لليلتين لانتفاخه وكبره. روى معناه الطبراني عن ابن مسعود، وفي لفظ: من أشراط الساعة انتفاخ الأهلة، بالخاء المعجمة أي عظمها، وروي بالجيم. ومنها اتخاذ المساجد طرقا، إلى أن قال: ومنها ما في صحيح البخاري وغيره من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: ألا أحدثكم بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدثكم به أحد غيري؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم، ويكثر الجهل، ويكثر الزنا، ويكثر شرب الخمر، ويقل الرجال، ويكثر النساء، حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم، جاءه أعرابي قال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، وقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم: لم يسمع، حتى إذا قضى حديثه صلى الله عليه وسلم قال: أين السائل عن الساعة؟ فقال: ها أنا يا رسول الله. قال: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. والنوع الثالث من أمارات الساعة العلامات العظام والأشراط الجسام التي تعقبها الساعة، ومنها خروج المهدي وخروج المسيح الدجال ونزول عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام، ومنها خروج يأجوج ومأجوج، ومنها هدم الكعبة والدخان ورفع القرآن وطلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة وخروج النار من قعر عدن، ثم النفخ في الصور، نفخة الفزع، ثم نفخة الصعق وهلاك الخلق، ثم نفخة البعث والنشور. وكل هذه العلامات سيأتي تفصيلها في الحلقات القادمة إن شاء الله. وعلى كل فالأمر عظيم، ونحن في غفلة وقد ظهر من هذه العلامات الشيء الكثير، ولم يبق إلا العلامات الكبار. فنسأل الله عز وجل يثبتنا على دينه، ويتوفانا على الإسلام، ويقينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. وهذا من علامات النبوة ومعجزات الرسالة، حيث أخبر صلى الله عليه وسلم عن أمور مستقبلة مما أطلعه الله عز وجل على علمه فوقع كما أخبر. وهذا مما يقوي إيمان العبد، وفي إخباره صلى الله عليه وسلم بذلك رحمة للعباد ليحذروا ويستعدوا ويكونوا على بصيرة من أمرهم. فصلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم الذي بلغ البلاغ المبين وبين غاية التبيين، ونحن على ذلك من الشاهدين. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.